أهلا بكم. شهدت اجتماعات اللجان البرلمانية في مجلس الأمة هذا الأسبوع بحث ودراسة العديد من الموضوعات والمقترحات النيابية والمشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة، وكان من أبرزها مناقشة مشروع قانون السجل التجاري في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية. إلى ذلك، أقرت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة التعديلات على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن المعاقين. توافق الحكومي النيابي حول مشروع بقانون بشأن السجل التجاري كان أبرز ما نوقش في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية هذا الأسبوع، لا سيما أن القانون الحالي يعمل به منذ عام 1960. كان لنا اجتماع مع في اللجنة المالية مع الأخ وزير التجارة والصناعة لمناقشة مشروع القانون المتعلق في السجل التجاري، وكما يعلم الجميع بأن هذا قانون مضى عليه عشرات من السنين، هو كان مرسوم رقم 1 لسنة 1959، وبالتالي يعني مرت عليه يمكن حوالي نتكلم عن 60 سنة من هذا المرسوم اللي نعتقد تمام كأعضاء اللجنة ومالية وأيضا الجانب الحكومي بأنه لابد من يعني أن يكون في هناك مشروع قانون جديد يتعلق في السجل التجاري. لجنة الأولويات البرلمانية بحثت عدد من المشاريع بقوانين التي تقدمت بها الحكومة إلى اللجنة، وتم إدراجها ضمن أولويات المناقشة بها في اللجنة. ما هو تم إحالته لنا كان مشروع قانون الصحة النفسية، مشروع قانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، كذلك عندنا مشروع بقانون هذا وصلنا حديثا، قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومينا مبارك الكبير، تم استلامه هذا المشروع بقانون. أما التعديلات على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن المعاقين فقد أقرتها لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية هذا الأسبوع. في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة كان عندنا أكثر من تعديل على قانون 8 ل 2010، والتعديلات اللي موجودة آتية من الأخوة النواب وتم إحالتها اللجنة ودراستها بدراسة مستفيضة، ورغبة منا في التعاون في هذا المجال عطينا الهيئة سلطة تقديرية في من تراه في إخراج من تراه من اثنين من المكلفين بالرعاية الأب والأم، لأن هناك حالات بالفعل تستدعي أن هناك اثنين من المكلفين بالرعاية على هذا الشخص، وأنا من الناس اللي وافقنا والتوافقة كانت بالإجماع. هذا وتعقد بعض اللجان البرلمانية اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة والتصويت على بعض تقاريرها المنجزة حتى يتسنى للمجلس في جلسته العادية المقبلة مناقشة والتصويت عليها. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.